اليوم كان جسدوا الوقفة الاحتجاجية اللي قررناها باش تكون أمام المديرية الإقليمية باش نوصلوا الصوت ديالنا يعني بشكل واضح ونقولوها يعني بالملء المليان باللي أننا نحن ضد هذا النظام الأساسي اللي تم الإخراج دياله بواحد طريقة مهينة للأستاذ، يعني مهينة له جميع الجوانب، لا على المستوى المعنوي ولا على المستوى المادي. ولذلك احنا يعني كاين تقريبا شبه اجماع على هذا، على الرفض ديال هذا المضامين ديال هذا النظام الاساسي اللي كنتمناو ان المسؤولين في هذه البلاد انهم يعاودوا يراجعوا يعني هذا المرسوم وهذه الحناجر اللي الان خرجت كامله كتطالب بالحقوق ديالها ديال الحريه وديال الكرامه وديال العداله الاجتماعيه كما كنسمعوا. وبالمناسبه حتى القرارات اللي كتصدر دابا حاليا للاسف الشديد ديال الاقتطاعات هذه لن تزيد الاساتذه الا اصرارا في المضي قدما في المعركه النضاليه ديالهم الى ان يتحقق المكاسب والمطالب المشروعه. حنا كأساتذة وكمربيين وكأطر ندعو دائما ونتشبث ونسهر على زرع القيم الأخلاقية والإنسانية والتشبث بالعدالة والوحدة الوطنية. لا يمكن أن نقبل بهذا الحيف وهذا الإكراه. مجموعة من التساؤلات كتطرح، لماذا هذا الموقف من طرف الوزارة المعنية ومن طرف الحكومة؟ هذا الأستاذ عار، هذا المربي عار أن يوصل لهذه المرحلة أن يوقف يطالب الحقوق دياله. لولا الأستاذ ولولا المربي لما كانتش الدولة حققت هذه الإنجازات وحققت هذه الريادة على الصعيد الوطني وعلى الصعيد العالمي والإنساني بفضل الأستاذ. ما كاينش أسرة يعني ما خلاش الأستاذ بصمة في الحق ديال الوليدات. وحنا التواصل ديالنا مع التلاميذ هذو وليداتنا تواصل أخلاقي إنساني غير مشروط، وحنا واقفين هنا دفاعا عن المدرسة العمومية ودفاعا عن حق التلميذ في التعليم وفي الكرامة. وما يمكنش أنا ندخل القسم مهان يعني منحط الرأس وأنا كنحاول نزرع قيم نبيلة. فإذا فبالتالي حنا كنتشبثوا بالحقوق ديالنا وبالمطالب ديالنا، والتنسيقية هي اللي كتمثلنا سواء في الشكل ديال التنسيق الثانوي التأهيلي أو كل التنسيقات الأخرى. إذا هذا الأسبوع قرر المجلس الوطني التصعيد بناء على رغبة القواعد، بناء على رغبة المؤسسات الثانوية التأهيلية بالمغرب، من اجل استنكار هذه الاجراءات وهذا الجو ديال الاحتقان الذي ادخلتنا فيه وزارة التربية الوطنية من خلال محاولتها فرض هذا النظام الذي الجميع اليوم يعتبره نظاما يعني نظاما غير واقعي ونظاما يعني مجحف في حق الثانوي التأهيلي واغلب الفئات التعليمية. إذا نحن في مديرية طنجة أصيلة نخوض اليوم الوقفة الاحتجاجية أمام المديرية الإقليمية، طبعا تنفيذا للقرارات المجلس الوطني الداعية إلى خوض إضراب وطني لمدة 3 أيام، وأيضا وقفة احتجاجية أمام المديرية الإقليمية. وفي هذا الإطار لا بد من التذكير أيضا أنه هناك بعض الحملات الإعلامية التي تستهدف نضالات الأساتذة ومطالبهم